القدس إله واحد أمين. هنقرأ جزء صغير من رسالة بولس الرسول لأهل فيلبي الإصحاح الرابع ابتداء من عدد 4. أنا أعرف إنكم بتدرسوا فيلبي، وطبعا الحاجات دي هتبقى بالسفر ده. افرحوا كل حين، وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. لا تهتموا، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. نعمة الله الآب تحفظ قلوبنا في محبته، آمين. انا عارف انكم تعبانين، وعارف انكم يعني دلوقتي مفروض تكون المحاضره خلصت مش كده، لكن يعني هنستاذن منكم الفتره الصغيره دي، هنكلمكم فيها كلمتين صغيرين برضو، وبعد كده تمضوا بسلام بعد اسمعوا كلمتين عن السلام. موضوع السلام تقريبا هو اللي محتاجين الايام دي. يعني لما بتكلم دايما مع الشباب بلاقي ان الاحتياج الاكبر هو للسلام الداخلي او السلام مع النفس. عمركم شفتوا عربية غرزة؟ عربية بتغرز بتعمل ايه؟ يلف العجل في مكانه، يعمل صوت جامد، ولو غرزة في الطين ترتش على الناس اللي حواليه، وصوت كبير قوي، ومفيش تقدم للامام. في شباب كتير بالشكل ده، غرز مكانه، فتلاقيه يعمل نشاط جامد، يدوس على البنزين جامد قوي، يعمل ضوضاء وشوشره كبيره حواليه، يأذي اللي حواليه ممكن، لكن مفيش تقدم ولا خطوه. هو ده اللي احنا بنتكلم عنه النهارده. الشباب اللي غرز هو الشباب اللي عامل ضوضاء جامدة في حياته، يعني مش ضروري دلوقتي يعني، وبعد كده تلاقي هو مش عارف يعمل ايه مع اللي حواليه، ممكن يأذيهم، وفي نفس الوقت مفيش في حياته تقدم كبير، او مفيش تقدم اصلا، مع ان الطاقة المبذولة منه طاقة كبيرة قوي. العربية معمولة اصلا عشان خاطر اقل دوسة بنزين، يعني اقل قدر من الطاقة تطلع لقدام. ايه اللي بيخلي الانسان باقل قدر من الطاقة ينمو او يتقدم؟ هو ده السلام. انسان اللي معاه سلام مع نفسه هو الانسان، يعني تقدر تقيس سلامك بالشكل ده. لو انت باقل قدر من الطاقة تعمل نمو في حياتك في اتجاه معين، يبقى انت في سلام في هذا الاتجاه. يعني ترمومتر بسيط جدا تقدر تحدد بيه مقدار سلامك الداخلي في اي اتجاه انت عايزه، اتجاه النفس، الاتجاه الروحي، الاتجاه الاجتماعي، اي اتجاه انت عايز تقيسه قيسه بالشكل ده. مقدار التناسب ما بين الطاقة المبذولة والفايدة اللي بتعم على حواليك والتقدم اللي بيحصل جواك. في واحد عرف السلام مع النفس عشان خاطر نبقى يعني بسرعة كده نقوله، هو عبارة عن الانسجام بين طاقات النفس الثلاثة. في ثلاث طاقات في النفس أو ثلاث حاجات بيكونوها: العقل والقلب الفكر يعني، والعاطفة والإرادة. لو الثلاثة دول في انسجام مع بعض الإنسان بقى في سلام مع نفسه. عشان كده بولس الرسول لما بيقول في رومي 15 عدد 7 بيقول ايه؟ لست اعرف ما انا افعله. فالفعل ضد المعرفة، والمعرفة بتيجي منين؟ من العقل. لست اعرف ما افعله، اذ لست افعل ما اريده. فالفعل هنا ضد الايه؟ الارادة. بل ما ابغضه اياه افعل. والانسان بيبغض بايه؟ بعواطفه. يبقى الفعل ضد الايه؟ العاطفة. في رومية 7 بيقول انا في حرب اهلية، ما فيش سلام مع نفسي. الفعل اللي انا بعمله او الحاجه الطاقه اللي ببذلها
بتخليني اعمل حاجه هي ضد عقلي وضد ارادتي وضد عواطفي. هو ده فقدان السلام مع النفس. لكن لو التلات طاقات دول، الطاقه الفكريه والعاطفيه وطاقه الاراده، في انسجام مع بعض هما الثلاثه، الانسان اصبح في سلام مع نفسه. لما تيجي تعمل حاجه وتلاقي عقلك موافق عليها، بتحبها من كل قلبك ومستعد تعملها بكل ارادتك، تبقى انت في سلام. ده اختبار تاني مع النفس، وهو ده التعريف. السلام هو عباره عن انسجام قوى النفس الثلاث، الفكر والعاطفه والاراده. في الفكر زي ما انت شفته بيقول سلام الله الذي يفوق ايه كل عقل. يبقى هنا بقى المسيح او بولس الرسول عالج ايه هنا؟ العقل. السلام على العقل يفوق كل عقل، يعني جاب العقل وقال السلام ده مش بس هيغطي عقلك، لا ده هيعلو حتى على عقلك، بحيث ممكن جدا عقلك يبقى مش فاهم حاجه بس انت في سلام معاها. يعني احيان كتير بيبقى حاجات بالمنطق، زي الواد اللي قال لجدته ازاي تؤمني ان الحوت يبلع اليونان، فقالت له انا مش فاهمه، لكن حتى لو الانجيل قال لي العكس ان يونان هو اللي بلع الحوت هصدقه، لان الله فوق عقلي. فهنا الانجيل عالج العقل. في العاطفه بيقول لا تضطرب قلوبكم، سلامي اترك لكم سلامي ايه. فالسلام هنا عالج العقل، عالج القلب، عالج اضطراب القلب. الحاجة الثالثة الإرادة، بيقول هنا سلمنا فسرنا إيه؟ أهو هنا ما كانش عندنا إرادة في السفينة، فسلمنا فصرنا نحمل، وبعد كده جه الملاك ووقف لبولس وقال له إن ربنا إداك كل الناس اللي معاك. فمع الله يعالج ما يمكن أن يضطرب به العقل، وما يمكن أن تحارب به العاطفة، وما يمكن أن تستسلم له الإرادة. فالسلام مضمون بالثلاث أوجه بتوعه في الإنجيل موجودين. عايز أقول لكم هنا بيقول مرة على حسب الأحداث اللي احنا عايشينها، بيقول إيه؟ هل تؤمن بالأحداث أم بإلهك؟ في الأحداث اللي احنا حاصلة دي، وكتب تعليق لطيف قوي، قال لك ايه؟ تخيل لو وسائل الاعلام التي في ايامنا هذه كانت في ايام المسيح، كنا هنقرا فيها ايه؟ وابتدى يقترح بعض عناوين لصحف وفضائيات هتوصف الحدث ازاي بتاع القبض والصلب على المسيح. فقال ايه؟ خبر واحد، تم القبض على احدى مدعي النبوه واسمه يسوع. عادي كنا هنقرا كده. الخبر الثاني، عند استجوابه تمتم بكلمات غير مفهومه تخص على ما يدعي مملكته. الخبر الثالث، قال كلمات جعلت رئيس كهنتنا الموقر يمزق ثوبه المقدس. الخبر الثالث، ان الراجل ده مدعي النبوه، قال كلمات جعلت كهنا المقدس، كهنا الأكبر الموقر، يمزق ثوب كهنوته المقدس. كويس خالص. خلي بالكم من الحتة الجاية بقى، حينما تم التصويت بخصوص تهمته للشعب الحر فتم التصويت بنسبة 99.9% لصالح إعدامه وهذا طبعا مبدأ ديمقراطي، الشعب قام بيه، وبيلاطس عمل التصويت عليه، وطلعت ان النسبة 99.9% على الاقل اللي بيقولوا ايه؟ اصلبه. مش كده؟ الخبر بعد كده اللي قبل الاخير، نزولا على الارادة الحرة وتبعا لديمقراطية الدولة الرومانية المعروفة، تم الاعداد لصلب المذكور. لو يأكد في الاخر وتم التحقق من زيف ادعاء هذا المدعي، حيث أن تلاميذه كلهم هربوا كما حدث مع الأنبياء الكذبة السابقين. هو ده اللي كنا هنقراه. فلو أنت كنت أيام المسيح هتصدق الإعلام ولا هتصدق المسيح؟ الإعلام دلوقتي ممكن جدا يعملك مضطرب،
ما بقولش ان الاعلام غلط او مشوه او لكن ممكن جدا الاعلام يحاول ان هو لما تبص مثلا جمعه تبص تلاقي فيها الاسهم بتاعتك في السلام ترتفع فوق خالص، وجمعه تانيه تقول ايه ده احنا هنروح في داهيه، وجمعه تالته تقول احنا مش عارفين رايحين فين. انت مع الاحداث ولا مع المسيح؟ هو ده السؤال المهم. عشان كده اكتر وقت فعلا بحس ان الشباب محتاج فيه موضوع السلام هو الوقت بتاعنا. زي ما احد الشباب قال لي انا من كتر ما قعدت قدام التلفزيون وقدام القنوات انا حسيت اني هفقد سلامي. فقلت له لا، بسيطه جدا، اقفل بالتلفزيون واقفل باب قلبك واحتفظ بسلامك اهم، وابقى اعرف ملخص الاخبار كده بعد كده من اي حاجه، سهله قوي. وقال لي فعلا من ساعه ما عملت كده عرفت اصلي وعرفت ارى الانجيل وعرفت ابقى هادي جدا، وكل اللي يجي يقول لي انت ما سمعتش اقول له سمعت، انت مش خايف؟ لا مش خايف. مهم جدا، لان احيان كتير وسائل الاعلام بيستخدمها عدو الخير لزعزعه السلام الداخلي جدا، فاحترسوا ايها الاحباء. هدخل بقى على الموضوع نقطتين ثلاثه بسيطه كده. العنصر الاول، السلام حق اكيد لكل مسيحي حقيقي. السلام عطيه الله ليك، نعمه الله ليك، ربنا مديك السلام. يقول ايه هنا؟ اذ قد تبررنا بالايمان. حد عارف الباقي؟ لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. اذن احنا لنا، مش بنبحث، خلي بالكم من دقه التعبير، لنا سلام مع الله، وليس نبحث عن سلام مع الله، لا، لنا سلام مع الله. قلت لبعضكم يمكن لو حد يفتكر، قلت ان العملية تشبه التبرير ده، عملية تشبه واحد مجند في الجيش وراح عند قائد عسكري، وقائد عسكري صارم جدا، فكان مع القائد يحاول يسترضيه، والقائد حازم يستنى اي غلطة، هو عارف كويس جدا. لكن في يوم من الايام وهو بيحكم على عسكري القائد اكتشف حاجة حلوة جدا، اكتشف ان في واحد قريب العسكري حبيب القائد جدا. من وقتها بقى وايه نظرة القائد، نظرته للعسكري عملت ايه؟ اتغيرت خالص جدا. بدل ما يقول له يا دفعة ولا يلا، بقى يقول له يا حبيبي يا ابني. ايه اللي حصل؟ قال لك اللي حصل ان في الاول كان بيبص له مجرد عسكري، لكن دلوقتي بيبص له من خلال حبيبه. سهله دي؟ هو ده التبرير عندنا في المسيحيه. الله بدون المسيح كنا بنحس ان هو ينتظر او كيف نتجنب عقابه، ولكن الله من خلال المسيح كيف نتمتع بمحبته ونحاول ان نشرف اسم المسيح فينا. احسن واحد قال لي طب ما ممكن العسكري يستهتر، قلت له معقول بعد ما يحس ان القائد ده عارف قريبه وبيحبه بالشكل ده اكيد عايز يشرف قريبه. فالانسان بدون التبرير في عهد الناموس او في اي عقيدة غير مسيحية يحاول ان يتقي شر الله، يحاول ان يتقي عذاب الجحيم، ولكن في المسيح يريد ان يتمتع بحب الله من خلال المسيح. وكنت قلت لكم قبل كده لما يتحط الصليب على راس المعترف ايه اللي بيحصل؟ ينظر الاب من السماء فينظر الى المعترف الخاطي فيراه عبر المسيح المصلوب على الصليب، فيرى الدم ويعمل ايه؟ ويعبر. هو ده التبرير. اذا لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، اي ان الله صار يرانا في المسيح. فدي اذا حقي انا في هذا السلام مضمون، يجب ان اطالب بهذا السلام كحق، انا حق السلام. ما افتكرش انك انت يعني السلام ده حاجة انت ما تستاهلهاش. ايوة صح، بس في المسيح اصبح حق ليك. تاني حاجة، التوبة وطاعة الوصية هما مفتاح السلام. يقول ايه في اشعياء؟ ايه حلوه جدا هقرا لكم اشعياء 48 18.
ليتك أصغيت إلى وصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر. فكان كنهر سلامك وإيه؟ وبرك كلجج البحر. يا ريتك سمعت لوصيتي كنت عملت إيه؟ سلامك يبقى نهر ما يقفش، والبر اللي احنا قلنا عليه اللي أنا بالبر ده سلام كان يبقى زي لجج البحر، يعني قوي جدا. امتى؟ ليتك أصغيت إلى وصاياي. كنت مرة قريت حاجة لطيفة جدا عن واحد ومراته قاعدين في حتة كده واسعة زي دي، يعني زي خلا زي الحتة اللي قاعدين فيها، فكانوا حاطين على أطراف الشبابيك في حمام بيجي يعني ويروح، فحاطين أرفف كده وبيحطوا فيها أكل، فالحمام كان دايما يجي ويقف وياكل الحب ده ويطير. فالراجل بيحكي بيقول كل ما نكون في سلام أنا ومراتي كل ما يلاقي الحمام يبقى موجود. حاجة عجيبة تحصل، أول ما ننكد أنا والزوجة أول ما يحصل أي نكد أبص للحمام الحمام طار. وده اللي بيحصل حينما تطير حمامة التوبة وحمامة السلام من القلب، لما ما بتلاقي إن المناخ الداخلي معكر ما تلاقيش حمامة الروح القدس موجودة ولا ثمرها، تطير حمامة السلام من القلب. أول ما يبقى في نكد تطير خلاص. لو أنت منكد مع نفسك لأي سبب، والحاجة اللي تنكد جدا هي الخطية، الخطية بيسموها أم النكد. لو عايز تشوف أي نكد في أي بيت أو في حياتك أنت الشخصية هو الخطية سبب النكد كله. ممكن تجيب أسباب كتيرة بس السبب الحقيقة هو النكد يعني. فالتوبة هي اللي بتجيب السلام. لو تفتكروا القديسة ديت اللي قالوا لها دايما كانت تقول على نفسها أنا خاطية، فقالوا لها طب أنت إزاي تروح السماء وأنت خاطية؟ فقالت لهم هروح معايا شنطتين، فاكرينها؟ قالت لهم هاخد شنطة عمايل اللي أنا عارفها أنها وحشة جدا، وهاخد معايا شنطة مكتوب عليها محبة المسيح، هخبط على الباب يفتح الملاك، فاروح ادخل واجي قدام المسيح واحط شنطه عمايلي واحط شنطه محبه المسيح فوق، واسيب الشنطتين قدام المسيح واروح للملاك اقول له اقفل لان انا قاعده هنا خلاص مش نازل، واروح للمسيح وابص اقول له حاسبني حسب الشنطه الاولى. فهو المسيح يبتسم ويقول له خلاص انت قاعد على طول. فقالوا لها لو فتح الشنطة الأولى هيلاقي إيه؟ قالت لهم هيلاقي الصليب لا يشوفني من خلاله. قال لها طب لو فتح التانية؟ قالت له لما بيفتح التانية ما بيلاقيش حاجة، لأن بعد الصليب ما بيلاقيش حاجة من عمايلي. وإحنا ده اللي بيحصل، بعد الصليب نبص نلاقي نقول الله يحلك يا ابني، الله يحلك يا بنتي. الخطية هي الحاجة اللي بتخلي الإنسان في نكد مستمر تسحب منه السلام، والحاجة العجيبة انها توعده بالسعادة وتدي له النكد. المفارقة العجيبة في الخطية في وعودها تعد باللذة وفي حقيقتها تعطي المرارة، وده خداع الخطية. فالحاجة الاولى للسلام ان هو حق اكيد، الحاجة التانية التوبة والوصية هما اللي بيحافظوا عليها. تالت حاجة لا تخف من اي حدث، لأن الله يعلم نهاية كل أمر قبل أن يبدأ. خلي بالكم من دي، خلي بالكم من النقطة دي. الله يعلم نهاية كل أمر قبل أن يبدأ. يعني عايز أقول لكم حاجة، إحنا قلقانين من إيه اللي هيحصل، زي ما واحد قال كده، واحد قال مصر إلى أين، فرد عليه واحد تاني بالكلام اللي أنا قلته لكم. حبايبي هنا معلش أرجوكم إذا حبيتوا يعني لو في قصة تكملوها سواء لحد ما نخلص قصتنا ممكن بره الهواء، لكن رجاء يعني نسمع بس. أنا خلاص قربت أخلص يعني. واحد بيسأل بيقول مصر إلى أين، فرد عليه واحد بالإجابة دي فقال له لا تخف إن الله يعلم نهاية الأمر قبل أن يبدأ. يعني قبل 25 يناير ربنا عارف
ايه اللي هيحصل في الاخر؟ متخافوش، يعني مفيش حاجة جديدة على ربنا، مفيش حاجة يفاجأ بيها ربنا ويقعد كده يقول يا خبر انا ما عملتش حساب الحكاية اللي حصلت دي في التحرير، انا ما عملتش حساب مش عارف الحزب اللي قام ده. الله يعلم نهاية كل امر قبل ان يبدأ الامر. لما تحس بدي تحس بالسلام الحقيقي جواك، ما تخافش، ربنا مش عارف بس بكرة ايه ولا بعده ايه، هو عارف لحد نهاية حياتنا والى الابد ايه. طب انت خايف من ايه؟ وهو اللي في ايده ضبط الكل، هو ده اللي بيدي السلام. الاحداث لا تهز الا السفينة التي ليس لها رؤية، لكن السفينة اللي لها رؤية كويسة، اللي هي شايفة ان القيادة في ايد قائد مختبر وقادر على كل شيء، لا تحتاج السفينة ابدا الى سلام، كلها سلام. لذلك الحاجة الثالثة المهمة، الله يعلم نهاية كل امر قبل ان يبدأ. في اعمال 4:27 بيقول ايه؟ بيصلي بطرس بيقول يا رب قام على مسيحك، ناس كتير بيلاطس وهيرودس وشعوب قاموا عليه ليه يا رب؟ قال ليفعلوا، علشان يعملوا ايه؟ كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك ان يكون. يعني لما جم يعملوا فيك اللي هم عايزينه ما قدروش يعملوا غير اللي انت عايزه. اذا لما يجي اي انسان يحاول يعمل معانا اي حاجة هيبص تلاقي ايده مش قادرة تعمل غير اللي ربنا عايزه لنا. مهم اول مبدأ ده، مهم اول تبقى فاهم كويس جدا الحكاية دي. وانت بتتكلم مع زمايلك في الشباب وانت بتناقش اي مشكلة لازم تبقى حاطط في ذهنك الخلفية دي، ان مهما اي انسان او اي حزب او اي حد في العالم كله حاول يعمل معاك اي حاجة، ثق ان ايد ربنا تروح مسكاه ومحولاه بحيث يعمل اللي ربنا عايزه لك بحذافيره. اللي اتعمل في المسيح هو اللي اتكتبت فيه النبوات من قبل المسيح ب2000 سنة، يمكن من ايام ابراهيم وبعد كده اشعياء، وكل دول كتبوا كل اللي عملوه اليهود بكل الحقد بتاعهم كان في ايد مسكاهم عشان خاطر ينفذوا خطة ربنا. هم يفكروا والله يقود الفكر، يقود العمل. هم يخططوا والله يقود النتيجة. عشان كده اطمن جدا. تعرفين مزمور الرب رعية؟ ده اول المزمور واخر المزمور. قوله لي كده، من فاكر اخر المزمور؟ انما ايه خير ورحمه ايه، ده اول حاجه. وايه تاني؟ واسكن في بيت الرب مدى الايه. فبنقول العقد الابتدائي الرب رعيه، العقد الابتدائي الرب رعيه، والعقد النهائي في تعاقد ارضي وتعاقد سماوي. تاني، في عقد ابتدائي وعقد نهائي. العقد الابتدائي الرب رعيه، العقد النهائي في شقين، شق أرضي خير ورحمة كل أيامي، كل أيام حياتي خير ورحمة. وإحنا قلنا ليه لازم الرحمة؟ لأن الخير لو هيعتمد على أعمالي ممكن جدا ربنا يقول وقف الخير بقى، لكن كرحمتك يا رب وليس إيه فالخير يستمر. ده التعاقد الأرضي. تعاقد السماوي إيه؟ أسكن في بيت الرب إيه ماذا الآية. خلي بالكم من دي. في عقد ابتدائي ان هو رعية، يبقى لازم العقد النهائي يحمل الشقين دول، الشق الارضي خير ورحمة والشق السماوي سكن في بيت ربنا الى مدى الايام. لو حسيت بدي عمر ما في حدا سيهزك. لو قالوا لك الدنيا اتشقلبت تاني واتعمل معرفش ايه وجي ايه وحصل ايه ومين اللي مسك ومين اللي راح ومين اللي جه، انا معي عقد خالص. انا وقعت العقد الابتدائي ومن حقي ان انا اطالب ببنود العقد النهائي. مهم جدا كل ما تحس انك مرتبك ومضطرب من الاحداث وكلام الناس احيانا يشوشر افكارك، ادخل في مخدع الصلاة وقول له يا رب انا عملت العقد الابتدائي وما رجعتش فيه، وانت عمرك ما هترجع فيه. علشان كده بقول لك ايه، انا واثق في عقدك النهائي، انت هتتمم ما قد بدأت، وربنا يتمم اكيد ما قد بدأ، ولازم تثق انه يتمم ما قد بدأ.
امين هو الذي ابتدا فيكم عملا يعمل ايه؟ يكمل الى يوم يسوع المسيح. طالما ابتدى يبقى يكمل معاك. عمر ربنا ما كان زي اي انسان يفقد او يجي في النص عشان خاطر يقول لك انا مش قادر اكمل، حاشا. نمرة 4، الغفران طريق مضمون للسلام. ليه احيان كتير ما بتقدرش تبقى في سلام؟ تقول عشان في بيني وبين اخويا او بيني وبين اختي في زعل، مش قادر اصفح. في حاجة حلوة، حتة حلوة قريت عايز اقراها لكم وخلي بالكم معايا فيها. واحد كاتب بيقول لك ايه؟ من هو الذي يجلدك بالنهار ويؤرق نومك بالليل وينغص عليك طعامك في كل وجبة ويمنع الابتسام عن شفتيك فتكسو وجهك تكشيرة دائمة وبالإجمال يسلبك سلامك؟ مين هو ده؟ تاني هقول، هو اللي بيعمله فيك الأخ ده بيعمل ايه؟ يجلدك بالنهار، يؤرقك بالليل، ينغص عليك طعامك ويمنع الابتسام عن شفتيك وتلاقي نفسك مكشر على طول وبالإجمال. من هو هذا؟ يجاوب هو يقول إيه؟ إنه خيال ذلك الشخص الذي أساء إليك ولم تغفر له بعد. صح؟ حد عنده شك في الكلام ده؟ الشخص اللي أنت ما غفرتلوش خياله معاك بالنهار بيجلدك وبالليل بيؤرقك إزاي تنتقم منه، ولما تيجي تاكل ما بتهناش لان المراره واكله فيك. صح؟ وبعدين ما شفتش زي ما قال احد الاباء، يعني قال ما شفتش مره واحد مبتسم وفي قلبه حاجه ناحيه اخوه ومبتسم من قلبه، يعني ابتسامات كتيره، بس لما تيجي تحط الابتسامات على مقياس السماء يعني ما تلاقيش ابتسامه صادقه لانسان في قلبه حاجه ناحيه اخواته. دي قاعدة عامة، لا توجد ابتسامة صادقة بحساب السماء تخرج من شفتين فيهما أو ينبع منها من تنبع من قلب فيه مرارة نحو الآخرين، مش ممكن. عشان كده السلام ليه شرط مهم ومضمون جدا، هو الغفران. وده اللي خلى الناس بتقول، الآباء بيقولوا اغفر ليس لأن الآخر يستحق ولكن لأنك أنت إيه؟ تحتاج. انت محتاج للابتسامة الصادقة، محتاج للنوم بعمق في سلام، محتاج لانك تاكل لقمتك بدون مرارة، ما تبقاش ممتزجة بمرارة، محتاج ان محدش يجلدك بالافكار وحب الانتقام نهار وليل. انت محتاج لكده، عشان كده انت محتاج للغفران. اللي بيأكد القصة دي او الحكاية دي اللي احنا قلناها متى 18:34، ارجعوا لها. ايه متى 18؟ بيتكلم عن مثل الراجل اللي كان مديون بحاجة بسيطة. في الاول الراجل ده كان مديون بحاجة كبيرة جدا لواحد كبير، فراح الراجل قال نبيع ولادك واللي ليك وتوفي الدين. فراح سجد له وقال له معلش ارحمني واديني مهلة وانا وفيك. حسبه المهلة مش عارف كم، 1000 سنة تقريبا، اكتر من 1000 سنة لو هو اشتغل عشان يوفي يعني. فقال له الراجل قال له خلاص انا سامحتك. خرج الراجل من عنده لقى واحد مديون له بايه؟ ب100 دينار. حصل نفس المناقشه ونفس الحوار مع ده، قال له امهلني قليل وانا اوفيك. قال له مش مهلك، وراح واخده ايه وعمل فيه بقى. راح العبيد رفقاء واشتكوا للسيد الكبير، فقال له تعالى كل هذا تركته ليك وانت مش قادر تسيب لاخوه ده. التعليق بقى اللي عايزكم بقى تركزوا عليه، اللي هو بيتكلم عن الحكاية اللي انا قلتها ديت، يقول وسلمه الى المعذبين. وسلمه الى ايه؟ هو المعذبين دول اللي انا قلتهم، يجلد بالنهار ويؤرق بالليل وينغص الطعام وكل الحاجات اللي احنا قلناها دي، سلمه الى معذبين وكل من رفض الغفران لاخيه او لاخته. كل من يرفض الغفران يسلم الى يد المعذبين. دي قاعده معروفه من الانجيل وهتظل على طول.
آخر حاجة بقى نمر خمسة عشان تعيش في سلام، كن إيجابيا في مجمل حياتك. يعني بلاش ما فيش فايدة، تكلم دايما بكلام إيجابي. لو في مشاكل خليك واثق إنها تحل، وحفظك الصلاة اللي دايما بحفظها لأي حد لما يجي يقابل مشكلة، يقول لي ربنا إيه؟ يقول له يا رب هذه المشكلة ليست أصغر من أن تراها ولا أكبر من أن تحلها. تاني، هذه المشكلة ليست أصغر من أن تراها يا رب ولا أكبر من أن تحلها. يعني ما هي صغيرة أنك ما تشوفهاش، وما هيش كبيرة عشان ما تحلهاش. قدامك تصغر عشان لما تيجي تتحل هتظهر المشكلة قوي، ولما تيجي تشاف من منظار محبتك هتلاقيها كبيرة. بحبك ترى مشاكل كبيرة، بقدرتك تراها صغيرة. تاني، يعني احنا بنبص لربنا في صفتين حلوين جدا، المحبة والقدرة. المحبة يشوف منها المشكلة كبيرة عشان انا غالي عليها، والقدرة يشوفها صغيرة عشان هو قادر على حلها. لما تلاقي المشكلة خلي ده موقفك، ما تقولش ما فيش فايدة، ما تقولش دي ما تنفعش فيها اي حل، ما تخافش. دايما خلي نظرتك متجهة الى الله. بطرس الرسول لما ركز عينيه على الريح يقول لما رأى الريح شديدة خاف. لما خاف ايه بعدها على طول؟ ابتدى يغرق. نمرة واحد ركز على الريح، نمرة اتنين خاف، نمرة ثلاثة ابتدى يغرق. اعكس بقى الحكاية، ركز على الريح يبقى ركز على مين بعدها، عكسها يركز على مين؟ على المسيح. خاف عكسها ايه؟ تشجع. ابتدى يغرق، ابتدى يمشي على المي. ثلاثة دول، ودي صالحة للتطبيق في كل حالات. بس تبتدي بايه؟ تبتدي على من تركز عينيك. رؤيتك انت بتركز على مين؟ على الناس هتفشل، على الظروف هتتعب، على اي حاجة تانية هتلاقي نفسك تفت. فاكرين السنة اللي فات لما قلت لكم او اللي قبلها اذا نظرنا الى انفسنا نعمل ايه؟ هقولها لكم في التكرار، ايه اعادة في الاعادة افادة. اذا نظرنا الى انفسنا نتقدر، والى الناس نتعثر، والى الظروف نتحسر، ولكن اذا نظرنا الى المسيح فاننا نتحرر. تاني، اذا نظرنا الى انفسنا نتقدر. حد بص لنفسه واتبسط ابدا؟ اذا نظرنا الى انفسنا نتقدر، هنلاقي عيب يعني باي شكل من الاشكال. واذا نظرنا الى الناس نتعثر، لان ما حدش كامل. واذا نظرنا الى الظروف نتحسر، واضح حد عنده حاجه غير كده؟ ولكن اذا نظرنا الى المسيح فاننا نتحرر. ركز نظرك على المسيح وليس على الريح، مهم قوي. الريح حوالينا انا معاكم صعبه جدا، ومحدش عارف رايح على فين، بس احنا عارفين لاننا نعلم بمن، بيقول بولس الرسول اعلم بمن امنت وموقن انه قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. لانني عالم بمن امنت وموقن، مش بس يعني متاكد، أنه يحفظ وديعتي إلى هذا اليوم. طول ما أنت مركز عينك على المسيح هتستريح. حول عينك عنه صعبة جدا، هتلاقي طبعا المهبطات والمحبطات وكل حاجة. ما هو سبب الإحباط؟ يعني واحد سأل مرة قال إيه اللي بيسبب الإحباط للنفس؟ فقالوا له العين الداخلية. تاني، ما هو سبب الإحباط في النفس؟ هو العين الداخلية، يعني أنت مركز على مين وباصص، هو ده اللي يعمل الإحباط. إن كنت باصص للعالم هتحبط، للأحداث هتحبط، للناس هتحبط. لكن الشيء الوحيد أو الشخص الوحيد اللي لو بصيت له هتمتلئ بالرجاء هو المسيح وحده. خلي دايما رؤيتك إيجابية. كنت حكيت لبعضكم قصة الصلاة السلبية بتاعت الأخت دي اللي هي
امها وابوها مشي وسابوا معاها اخوها وقالوا لها نيميه بس ايه يعني خلي بالك منه. فكانت الدنيا ضلمه والواد خايف، فقالت له نايم يا حبيبي ما تخافش، وقعدت تشجع فيه وقالت له انا اصلي لك واسمعوا الصلاه اللي صليتها له بقى. غطته بالملايه وابتدت تصلي، يا رب ما تخليش الستاره تتهز من غير سبب، ما تخليش صوت الرجلين على السطوح من غير ما حد يمشي عليها، ما تخليناش يا رب نسمع صوت اشباح كده وبس وخلاص النهارده. هي بتصلي من اجل اخوها، بصت لقت اخوها كل شويه ينزل 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 لحد لما يطلع تحت المرتبه. هي دي الصلاه السلبيه، ازاي انك انت تركز على حروب العدو وليس على قوه المسيح. انا عايزكم لما تروحوا تشوفوا الحوار ما بين جليات وداود، ازاي داود ابتدى يبص له، هو جاي بالمقاييس البشريه ده جليات وداود داود يعني نسبه ما فيش نسبه، لكن ابتدى داود يبص له ويقول له احبسك الرب يحبسك في يدي واقدم طعامك جسدك طعام لله، انت هي هو فرخه. ابتدى يبص للمال الكبير ده انه صغير، دي النظره الايجابيه اللي خلت داود انتصر. لكن لو بص لجليات كجري على طول زي ما عمل كل شعب او كل الجنود اللي قبل كده او اللي حاولوا ان هم يطلعوا على جليات، بس هو بص للرب جنود، الرب يحبسك اليوم في يدي، دي الايجابيه. في حته لطيفه قريتها عن واحد اسمه الرجل السعيد، هقراها لكم برضو عشان خلي بالكم معايا فيها. مره احد الرجال الاثرياء الناس الغنية يعني برجل فقير يجلس بجانب الحائط، راجل قاعد كده في ثياب رسة، فبدره السلام قال له ايه؟ قال له ليعطيك الرب يوما طيبا. فرد الفقير وقال لم ارى في حياتي يوما غير طيب. قال له طيب يعطيك الرب حظا حسنا. قال له لم اكن في يوم بحظ سيء. احتار الرجل الغني، قال له طيب فلتكن سعيدا. قال له أنا هكذا كل يوم. فالراجل الغني استغرب، إزاي واحد فقير زي كده ويقول له مفيش يوم ما كانش طيب في حياتي، مفيش حظ خني، مفيش يوم ما كنت سعيد فيه. فقال له فسر لي هذا. فشوف هقول لكم إزاي فسرها الراجل. قال له إيه؟ قال له أما عن اليوم الطيب فإنني أبارك الله في كل الظروف، برد أو حر، إهانة أو كرامة، في أي الأحوال أيامي طيبة لأنني أبارك الله في كل الأحوال. أما عن الحظ الحسن فإنني أثق أن كل الأشياء تعمل مع الخير لخيري، فليس هناك حظ سيء عندي لأن كل الأمور تقول في النهاية لحظي أو لخيري. قال له طب وعن السعادة؟ قال له أراها في حياتي حينما أسلك في مشيئة الله، وهذا هو كل جهادي أن أسلك حياتي في مشيئة الله. طول ما أنا ماشي في مشيئة ربنا أنا سعيد. راح الرجل الغني حب يتريق عليه في الآخر، قال له طب افرض ربنا في الآخر اللي أنت بتكلم عنه ده خدعك وداك الجحيم. قال له إيه؟ ماذا لو وجدت نفسك يوما وقد ألقاك إلهك في الجحيم؟ فقال له إيه الراجل ده؟ قال له إن صلاحه لا يجلب هذا، ولكن حتى لو حدث هذا فأنا متمرن على الإمساك بيديه. قال له أنا متدرب أمسك بإيديه إزاي، فسوف أمسك به ولا أرخيه، لا أرخيه أبدا حتى أضطره إلى النزول معي في الجحيم، وهناك في الجحيم أعيش معه أفضل من أن أعيش بدونه في السماء. احنا محتاجين لهذا الفكر او لهذا النوع من الافكار دلوقتي، ازاي يبقى فكرنا كده، ازاي ان الانسان الناس لو قالوا لنا ربنا هيخدعكم ويوديكم الجحيم نقول لهم معلش، بس كيف نتمرن على الامساك بيديه بقوه ولا نرخيه؟ هي دي النقطه، كيف نتمسك به بقوه، ازاي نمسك جامد فيه بحيث ان مفيش اي ظرف ولا شخص ولا إساءة
من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ هو ده الشرط. لما تقول من كل قلبك من سيفصلنا عن محبة المسيح، هتبقى انت في حالة يعني تديك ثقة نهائية حتى في الأبدية، حتى الأبدية. وهو ده اللي مطلوب من شباب النهاردة، هو ده اللي مطلوب من شباب زيكم كده حلو، ان يبقى عنده هذه الثقة بنفس القوة اللي شفناها اللي ماسك بيها الراجل ده يدي المسيح. يا نيجي بقى في الآخر خالص ونقول علينا أن نصلي كما علمتنا الكنيسة في أسبوع الآلام. اللحن الذي يتردد دائما هو لحن أبوره، وده معناها إيه؟ يا ملك السلام، سلام وقت الآلام، سلام يخترق أسبوع الآلام. الخيط الذهبي الذي يربط أيام أسبوع الآلام هو خيط السلام. جميل أوي لما تحس إن المسيح في سلامه يربطك بخيط، في آلامك يربطك بخيط ذهبي من سلامه. كل يوم من أيام، يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الثلاث، يوم الأربع، يوم الخميس، يوم الجمعة، بنحس بكده خيط ذهبي ماشي بقوره. أنت تهريني يا ملك السلام، أعطنا سلاما، قرر معنا سلام. كل ده في الآخر اغفر لنا خطايانا. يعني لو يوم يا رب غلطنا وأخطأنا والخطية عايزة تنزع السلام مننا، اغفر لنا خطايانا. يعني حتى اللحن ضامن إن احنا لو غلطنا يا رب سامحنا، بس رجعنا سلامنا. سر حلو من أسرار السلام، إزاي إنك أنت لما تغلط ما تفقدش سلامك. أنت سقطت والعدو قدر يوقعك، ما تفقدش سلامك. بص لفوق وقول له بورو، قول له يا ملك السلام اديني سلامك، وقول له أنا يا رب بفكرك بالآخر خالص، اغفر لي خطايا. هو يديك السلام ويغفر لك. مرة الأيام اللي فاتت سمعت تأمل حلو جدا بيقول إيه؟ الحضن يسبق الاعتراف. تاني، الحضن ايه؟ يسبق الاعتراف. يعني ايه؟ لقى 15، امتى الواد اعترف لابوه؟ قبل ما ياخده بالحضن ولا بعد ما خده بالحضن؟ الحضن قبل الاعتراف. ركض وقع على نقيه قبله، فقال الابن يا ابتاه اخطأت الى سنة. ابتدى يعترف، ولكن حضن الاب كان اسرع من اعتراف الابن. الذي يعطينا السلام هو هذه الحقيقة، أن حضن أبينا السماوي يسبق اعترافنا الضعيف. حينما أنظر إليه وآتي إليه بأسمالي القذرة وبرائحة النتنة، ولكنني بكل ثقة آتي إليه كأب، فإنه يسبقني ويأخذني في حضنه، ثم بعد ذلك يترك لي ولا يدعني أكمل اعترافي لأنه يقرأ ما في قلبي. علينا أن نتنسم هذا السلام من ملك السلام. يقول كده زي ما قالت واحدة من خدمات مرة، إزاي بعد الأحداث دي بتقول إزاي كنا بنعيش ونخدم ونروح مؤتمرات وكان الفساد ده موجود في البلد؟ رد عليها واحد تاني قال لها أصل إحنا كنا ساكنين في حتة حلوة ما بتطلهاش الحاجات دي. مكتوب عنها الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. إحنا ساكنين في ستر العلي، فما يقدرش وما تقدرش أحداث العالم كلها إنها تنزعنا من هذا الستر. ربنا يدينا ويديكم هذا السلام، ولا لهنا كل مجد وإبادة. الحمد لله. أسئلة بسيطة وقليلة هتمشوا بسرعة. الإرادة والفكر والعاطفة، هل العقل هو الإرادة؟ العقل هو الفكر. يعني أنا هقولها لكم إزاي، أنا بفكر في حاجة وبحبها أو بكرهها من قلبي بس عايز أعملها بإرادتي. تاني، بفكر فيها بعقلي. كويس؟ أنا بفكر أن أخدم فبفكر فعلي في الخدمة عبارة عن كذا وكذا وكذا. أنا بحب الخدمة دي عشان خاطر المسيح. طيب أنا عايز أخدم أعمل إيه؟ فباخد الخطوات العملية. هي دية الفرق بين الفكر والعقل والإرادة. ثلاثة يكملوا بعض. أنا عصبية جدا أحيانا.
كويس انك ما كتبتيش اسمك ولا مكانك عشان خاطر الناس ما تخافش وتبعد عنك. لدرجه ان لما اقع في مشكله يبقى عامله زي الغرقانه ومش بعرف اتصرف او احل مشكله تخصني، وبشعر كتير طبعا ان اخطائي دي صعبه. يا ترى ده فقدان السلام؟ ايوه هو فقدان السلام. وما تخافيش لان كتير كانوا زيك، والحمد لله نشكر ربنا بقى سلام الله يملك على قلوبهم. انا بشرك بان في سلام ينتظرك، وان انا كنت في احيان كتيره بمر باوقات زي كده، وكلنا كنا ضعفاء وبنطلب من ربنا يقول له يا ملك السلام زي ما قلنا ودانا. اول حاجه اقول لك انك تعمليها ما تخافيش وما تيأسيش، واعرفي ان سلام الله ليكي انت كمان وليكي جدا بقدر عصبيتك. واوعى تفتكر عصبيتك ديت هتمنع ربنا ان يديك السلام، بالعكس هو مجهز لك معيار زياده من السلام انت محتاجاه. شد حيلك، والنقط اللي احنا قلناها امشي عليها وربنا هيثبتك في سلامه. احيانا لا ارفض الغفران ولكني ليس لدي القدره على الغفران. حلو الموضوع ده. لحظه واحده خلاص، هو ده اخر سؤال عشان الباقي الاسئله خلصت. السؤال الاخير، انا عايز اغفر بس مش قادر. انت عايز تبقى ربنا قابل منك ان غفرت، بس تقول يا رب انا عايز اغفر بس مش قادر. تاني قول له يا رب انا عايز اغفر بس مش قادر، ربنا هيقبل منك انك غفرت مبدئيا. يعني هقول لكم تاني، عايز تغفر بس مش قادر، قول له يا رب انا اريد الغفران ولكن ليس لدي القدرة، اديني قدرة ان اغفر. وعلى فكرة انت قلبك البشري ما يحبش الغفران صح، لكن الروح القدس جوه قلبك هو اللي هيعلق اللي مك الغفران. عشان كده لما بتقول انا مش قادر اغفر انا بصدقك، بالعكس انا بقدرك جدا انك تقول مش قادر اغفر. انت لو قلت انا قادر اغفر تبقى كذاب، لازم تقول انا مش قادر اغفر، لان قلبك البشري ما يعرفش يغفر. قول لي يا رب قويني بروحك ان اغفر. واظب على هذه الطلبه ربنا هيديك الغفران ما تخافش. نعم تقوي تحت امرك. انا هقول الثاني السؤال. اي اتفضل. الخطيه هي اساس فقدان السلام. إذا سقطت أقوم، ولما أقوم هاخد السلام تاني. لا، التوبة تعالج الخطية فتلغي أثرها وترجع السلام مرة تاني. وإحنا في جهادنا على الأرض كده، نسقط ونقوم ولكن في النهاية لنا حق السلام. بس ما نيأس أبدا. فهي النقطة بتاع الغفران دي مهمة يا جماعة، عشان خاطر بتحصر الناس كتير بيقولوا أنا مش قادر أغفر عشان كده مش هغفر. انت طالما قلت انا مش قادر اغفر تبقى انت صادق، صح كده، وانا كده، وكل واحد كده. بس احنا بنقول له يا رب قويني وعلمني كيف اغفر، واظب على الحكايه دي هيديك ربنا الغفران، وربنا يقوينا كلنا لله كل مجد.